السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنتكلم عن الأجازات والموسم والأعياد الرسمية لسنة 2023، وكل سنة وأنتم طيبين، سنة سعيدة عليكم وعلى الأمة الإسلامية والمسيحية. هنتكلم عيد الميلاد للشرقيين السبت 7 يناير من شهر واحد، عيد الشرطة الثورة الأربعاء 25 يناير من شهر واحد، عيد تحرير طيبة الأحد 19 مارس من شهر ثلاثة، شم النسيم الاثنين 17 إبريل شهر أربعة، وقفة عيد الفطر المبارك الخميس 20 إبريل من شهر أربعة، عيد الفطر والصلاة الساعة 5:28 الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 إبريل، عيد تحرير سيناء الثلاثاء 25 إبريل من شهر أربعة، عيد العمال الاثنين أول من شهر مايو شهر خمسة، عيد الجلاء الأحد 18 يونيو من شهر ستة، وقفة عيد الأضحى المبارك الثلاثاء 27 يونيو من شهر ستة، عيد الأضحى المبارك والصلاة الساعة 5:21 الأجازة الموافق الأربعاء والخميس والجمعة والسبت 22 29 30 وإلى 1 يونيو من شهر 7، عيد ثورة 30 يونيو الجمعة 30 يونيو أول السنة الهجرية 1445 الأربعاء 19 يونيو، عيد ثورة 23 يوليو الأحد 23 يوليو من شهر 7، وفاء النيل النصف الثاني من شهر أغسطس شهر 8، المولد النبوي الشريف الأربعاء 27 سبتمبر من شهر 9، عيد القوات المسلحة الجمعة 6 أكتوبر من شهر 10، عيد مدينة السويس والمقاومات الشعبية الثلاثاء 24 أكتوبر شهر 10، عيد النصر السبت 23 سبتمبر من شهر 12، وكل سنة وأنتم طيبين.